في إطار الأعمال الإرهابية المستمرة والمستهدفة للمؤسسات التعليمية الحكومية، قام مخربون بغلق إحدى المسارات المؤدية إلى مدرسة المنذر بن ساوى الابتدائية للبنين بمنطقة العكر. المخربون قاموا بوضع مخلفات الأشجار والنخيل وبعض الأحجار وأضرام النار فيها في محاولة جديدة لتعطيل وصول الطلبة والمعلمين إلى المدرسة، ما اضطرهم إلى استخدام طريق آخر للوصول. وبهذا الاعتداء يرتفع عدد الاعتداءات التي تعرضت لها المؤسسات التعليمية إلى 457 اعتداء متنوعا، شمل الحرق والتكسير ورمي الحجارة وأشعال النيران واقتحام المدارس وإتلاف محتوياتها. حول هذا الموضوع معنا على الهاتف السيد فواز الشروقي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم. بعد التحية سيد فواز، ما هي الإجراءات التي قمتم بها وهل هناك أضرار؟ بصراحة احنا يعني كوزارة التربية والتعليم يعني نشعر بشديد الأسف لهذه الأعمال المستمرة من فترة طويلة لمدة 5 سنوات إلى الآن، وصل عليها إلى ما يربو على 450 اعتداء. كإجراءات كوزارة التربية والتعليم، طبعا احنا هدفنا الأساسي هو توفير الخدمة التعليمية للطلبة ومحاولة الحد من أي شخص أنه يحاول يمنع وصول هذه الخدمة إلى يعني أبنائنا الطلبة. نعم. فلذلك إحنا بصراحة يعني نحاول نشدد الحراسة والمراقبة على المدارس اللي تعرضت إلى اعتداءات مستمرة. بعض المدارس تتعرض إلى اعتداءات مستمرة من خلال 5 سنوات هذه، يعني بعض المدارس وصل الاعتداء عليها إلى 20 اعتداء خلال الفترة الماضية هذه. نعم. فتشديد الحراسة، تعاوننا مع وزارة الداخلية مشكورة بصراحة، ساهم في الحد من كثير من محاولات الاعتداءات، ولكن الاعتداءات تقوم مساحات المدرسة مساحات كبيرة، والاعتداءات يعني بالإمكان أن هي تحدث، لكن محاولاتنا كوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الداخلية أن محاولة يعني الحد من يعني الحجم الكبير، حجم الضرر الكبير اللي هو يحدث في نتيجة هذه الاعتداءات المتنوعة. نعم، هل هناك كان أضرار سيد فواز؟ بصراحة الحادث اليوم هو الضرر النفسي كان أكبر من الضرر المادي. يعني نعم، يعني أنا أتخيل أطفال صغار في المدرسة الابتدائية يذهبون إلى المدرسة يشوفون أن الشارع اللي يسلكون بالطريق للوصول إلى هذه المدرسة مسدود، وهناك يعني أشياء يعني وضعينها في الشارع ومحترقة. نعم. فالضرر النفسي على الطلبة، احنا عندنا حالات كثيرة أشد وطأة من يعني الطلبة عندهم يعني حالات من الحالات النفسية. نعم. عندنا مرشدين نفسيين قاعد يعالجون طلبة بشكل مستمر، هذه كلها بسبب تنامي حالات الاعتداءات. احنا بصراحة اليوم هو عبارة يعني الاعتداء كان عبارة عن قطع الطريق للطلبة للوصول إلى هذه المدرسة، وهذه هذا الشغلة طبعا تكررت بشكل هل كبير. تأثر يعني هل تأثر اليوم الدراسي بهذا يعني بهذا الحادث؟ هو صار تأخير طفيف في دخول الطلبة إلى لكن المدارس. نعم، حاولوا رجال الأمن، قسم الأمن اللي عندنا في وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى إخواننا في وزارة الداخلية، الإسراع في عملية تحويل مرور السيارات إلى مدخل آخر بعيد جدا. نعم. وانتظم اليوم الدراسي بشكل طبيعي. يعني طبعا نعم، في أعمال حرق كانت على الأسوار المدرسة، الحمد لله أن الطلبة ما لاحظوها وسارعوا رجال الأمن بإطفائها، والحمد لله كان الأضرار بسيطة في السور. نعم، السيد فواز الشروقي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.